بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. احنا النهاردة هقول لكم حاجة مهمة، هي لو الدنيا كلها ضدك ممكن تنتصر ازاي؟ اهو قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الرحمة والفضل قصاد ايه؟ هو خير مما يجمعون. فلو الدنيا كلها قدام الانسان ازاي ينتصر؟ ازاي يتغلب على الازمات؟ مفيش حد مننا لا تعترضه ازمات ولا تعترضه مضايقات ولا تعترضه مشكلات، ولكن هذه المشكلات والازمات عاوزك تقابلها بأقصر طريق، بالطريق الناجح والعلاج الناجع اللي هو إيه؟ بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أي مشكلة. لذلك لما جه في الصلاة والسلام على سيدنا النبي في حديث أبي قال له أنا أصلي عليك كل الوقت، قال له إيه؟ قال له إذن تكفى همك ويغفر الله لك ذنبك. تكفى همك يعني هموم الدنيا كلها. ما هو خلي بالك ده اللي خده الإمام البصيري وخلاه إيه؟ ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. لذلك لما بيحصل مثلا في دول الغربية الوقتي وبتاع ويسيئون لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من أفعالنا إحنا، عاوزك تعمل إيه؟ تواجههم بسيدنا النبي بإيه؟ إن أنت عدة أمور، تخلق بخلق واحد لسيدنا النبي وقابل الغرب بيه، ونقابل أنفسنا بالأول، فتبقى رحيم، تبقى رفيق، تبقى تاخد بإيديهم، تبقى تظهر لهم سماحة الإسلام، تبقى أن أنت تتعاون، تبقى أن أنت سخي، تبقى أن أنت كريم. آدي خلق واحد تحقق به، مش نسيء إليهم، لا، إحنا عاوزين نقابلهم بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما تقابل كل مشكلة بسيدنا النبي اعرف أن أنت هتنتصر. لذلك طيب إحنا مش في الغرب وقاعدين، نعمل إيه؟ اظهر ما أخلاق سيدنا النبي بيننا. الحاجة التانية إن أنت تكثر من الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. دعوة مفتوحة، إيه رأيكم لما نعمل كده ملياري للصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما نعمل والمسلمين كلهم، إحنا قال مليار وستمائة مليون مسلم، لو عملنا مليار وستمائة ومليون صلاة وسلام على سيدنا النبي يبقى كل واحد مسلم. ده أنا هقول أكتر من كده، أنا عاوز نعمل 7 مليار صلاة وسلام على سيدنا النبي لكل سكان القرى الأرضية. إحنا بنقول لهم هو ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لو عملت كده هتبقى مذكور في الأرض ومذكور في السماء، ويحمدك الناس على ما فيك من خصال، وهذه الخصال في الحقيقة رجع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا صاحب الهم، يا صاحب المشكلة الفردية أو الجماعية، عاوزك بسيدنا النبي تنتصر. بيقولوا إيه في غزوة الأحزاب وقيل في خيبر؟ إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما الأعداء كثروا والمسلمين انكمشوا وهينكشفوا حصل إيه؟ الصحابة له كان إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل المعركة لوحده قدام جيش المشركين كلهم، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فكان بيحتموا بسيدنا النبي. اوعى تفتكر الحماية بسيدنا النبي في الحرب بس، في كل لحظات أنفاسك إن احتميت به خرجت من أزماتك وتقربت إلى بساط رحمة ربك في صحبة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. نقابل العالم به، نقابل الأزمات به، نقابل أنفسنا بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أخرجوا خصائص وخصال حبيبكم إلى العالم ليعرفوا حقيقة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أكثر من الصلاة والسلام عليه، والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت في نفسي بين وسواسي، وما تنفست محزونا ولا فرحا إلا وذكرك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم
إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا هممت بشرب الماء من ظمأ إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ولو قدرت على الإتيان جئتكم سعيا على الوجه أو مشيا على الراس. صلوات الله وسلامه عليه، أنت شفيعنا، أنت حبيبنا، أنت طريقنا إلى ربنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.